السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولادي حبايبي طلبة السنتر طلبة الأونلاين، تعالوا نراجع فيديو الهومورك بتاع أول حصة ريفيجن. هنا كان مديني بلين أنجل لأن تو سايدز بس، وبيسألني عن الميجرينج يونت فبقوله الميجرينج يونت باي راديان. بعد كده بيقول لي فاندامنتال فيزيكال كوانتيتي، عايز فاندامنتال الفاندامنتال بس، فيبقى ادور عليهم انا هنا. ما ينفعش دي فاندامنتال، وهنا برضو ما ينفعش دي فاندامنتال، ان انا التايم والماس دول فاندامنتال عادي. عايز هنا الدريفت فيزيكال كوانتيتي، الدريفت فيزيكال كوانتيتي عندي مين ومين. هنا ديستانس ما تنفعش وتايم ما تنفعش، ماس ما تنفعش. هنا برضو ديستانس ما تنفعش، يبقى الفورس الفوليوم تنسي. بعد كده هنا بقى عايز بير اتنين كوانتيتيز، واحده دريفت وفي الانترناشنال سيستم اوف يونتس، فانا عايز اتنين وفي الانترناشنال سيستم. ماشي، دريفت فيزيكال كوانتيتي، فاقول له انا مثلا هنا ده ما ينفعش، دول فاندامنتال، دي واحده فاندامنتال والثانيه دريفت، دي الاثنين دريفت والانرجي والتنسي، ادي اجابتين. وهنا برضو في الخمسه دول في اجابتين، عايز برضو اثنين فاندامنتال، الفورس ما تنفعش، الابسوليت تمبريتشر بس الفيلوستي ما تنفعش، الكوانتيتي اوف ماتر والتايم دي فاندامنتال، اللايت انتنسيتي والفوليوم ما تنفعش، الماس والانتنسيتي والكرنت انتنسيتي تنفع، الاثنين دول ينفعوا. هنا بقى بيقول لي عايز الميجرنج يونت دي لما احولها تبقى ام ال باور نيجاتيف 1 تي باور نيجاتيف 1، يبقى ام ال باور نيجاتيف 1 تي باور نيجاتيف 1. هنا عايز الثيوتيبل ها ميثود فور ميجرنج ثيكنس بتاعت الثين شيت بالمايكروميتر. هنا برضو دي فرنش سيستم، البريتي سيستم، متريك سيستم، التلاتة كلهم اول ميجر التايم ان سكند، كلهم كومن فيها، وعايز الكومن بتاعتهم فهي التايم ان سكند. عايز الميجرنج تول للماس اوف جولدن، يبقى عايز حاجة سنسيتيف، يبقى سنسيتيف ايه بالانس. هنا مثلا دايمنشنال فورمولا ايه كذا والبي كذا، الاثنين سيم، الاثنين سيم، ينفع نعملهم بلس وماينس، ينفع، ويدوا نفسهم، يبقى ام ال باور 2 تي باور نيجاتيف 2. هنا بقى بيقول لي الدايمنشنال فورمولا للاي كذا اهي والبي زيها، ينفع نعملهم بلس او ماينس، والنيوميريكال كونستانت دي كلها بتتلغى، فتبقى دي الاجابه على طول. بعد كده بيقول لي تو فيزيكال كوانتيتيز اي وبي دول ديفرنت، يبقى ما ينفعش نعملهم غير مالتيبليكيشن بس او ديفيجن. اللي بعده بيقول لي هنا البريشر هو الديفيجن فورس باي اريا، عايز الدايمنشن اوف بريشر، فانا اقول له كده البريشر هي فورس، الفورس هو عطاها لك اهي، ماس تايمز اكسلريشن ام ال تي باور نيجاتيف 2، والاريا متر سكوير اللي هي ال سكوير. هنا بقى الام مش موجوده تنزل، والتي باور نيجاتيف 2 تنزل، فانا زي ما اتفقت معاكم قبل كده، بس هنا في اكتر من واحده. هنا بقى ال و ال باور 2، هنا بقى بعمل باور ماينس، يبقى ال باور نيجاتيف 1 ام ال باور نيجاتيف 1 تي باور نيجاتيف 2. اللي بعده هنا بيقول لي انا عندي 3 فيزيكال كوانتيتيز اكس واي وزد، الدايمنشنز بتاعتهم كذا، which of the following may be correct. طيب انت عندك ام ال تي باور نيجاتيف 1 وام ال تي باور نيجاتيف 2 تي، حلو. او انا قايل لنفسي كده، لو انا خدت ال دي اكس اكتبهم الاول، اكس بتساوي ام ال تي بار نيجاتيف 1، طب والواي ام ال تي بار نيجاتيف 2 والزد تي بس،
يعني هم عامل دول divided أو ما عامل دول divided. يبقى الزد دي تساوي الاكس على الواي. تعال نجرب كده الاكس على الواي. فنقوم شايلين الاكس وكاتبين ام ال تي بار نيجاتيف 1. طب والواي ام ال تي بار نيجاتيف 2. دي ام مع ام وال مع ال. هنا بقى دي نيجاتيف 1 اهي نيجاتيف 1 ماينس ماينس 2 يدي 1 يدي ايه 1 يعني يدي تي. يبقى في يبقى الاجابتي يبقى الاجابتي طب ما التي دي هي الزد يبقى ده صح. يبقى الزد بيساوي اكس على واي. زد بيساوي اكس على واي. السؤال ده عايز هو الكونستنت واحنا حليناه قبل كده اف على ار في. فالفورس كيلوغرام متر سكند نيجاتيف 2. طب والراديوس متر والفيلوستي متر دوت سكند بار نيجاتيف 1. المتر تايمز متر يدي متر سكوير. طب انا دلوقتي بعمل ديفيجن عادي كيلوغرام تنزل زي ما هي. ها هنا متر بار 1 وهنا متر بار 2 يبقى 1 ماينس 2 يدي متر نيجاتيف 1 سكند نيجاتيف 2 ماينس ماينس 1 يعني بلس 1 يدي نيجاتيف 1. يبقى الإجابة سي. هنا برضو دي مديني فول اوف ريديوس كذا وعايز السيرفيس اريا بتاعتها وهو مديها لي. فانا اقول له كده الاريا ايكوال 4 زي ما هي والباي 22 ديفايدد باي 7 او 3.14. طب والراديوس الراديوس 1.7. انا كل الاجابات بالمتر اهي يبقى تايمز 10 باور نيجاتيف 2 اول باور 2. دي احطها بقى كده على الكالكوليتر تطلع 3.6 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 3. السنتيمتر السي بشيلها واحط نيجاتيف 2. المايكرو بشيلها بحط نيجاتيف 6. 10 باور نيجاتيف 2 ديفايدد 10 باور نيجاتيف 6 يديني 10 باور 4. يبقى الاجابه 10 باور 4. عايز هنا حاله دايركت ميجرمنت قياس الماس باي بالانس ماس اوف ذا بودي باي بالانس يديني دايركت. عايز حاله اندايركت الدنسيتي باي هيدروميتر. لا ادي لا الفوليوم باي الفوليوم باي ميجرنج اكسلنس كل دول دايركت. دي الوحيده اللي اندايركت. هنا دي ريلاتيف ايرور مديني قيمتها والاكتوال مديني قيمته. عايز الابسليت ايرور اتفقنا مع بعض اهو الريلاتيف ابسليت على ريل. فلو انا عايز الابسليت ايرور يبقى ده تايمز ده يبقى دلتا اكس تساوي 0.06 تايمز 30 فتطلع 1.8 متر سكوير. يبقى الاجابه 1.8 متر سكوير. هنا اتنين سيم قلنا زي ما اتفقنا نيوميريكال كونستانت يبقى يدوا نفس الكلام هي هي. بعد كده دي برضو حليناها اكس واي فاقول لنفسي كده اكس بلس واي بيساوي اشيل الملي بحط 10 باور نيجاتيف 3 يبقى 250 في 10 باور نيجاتيف كام 3 ها بلس ها هنا برضو بشيل المايكرو وحط 10 باور نيجاتيف 6 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 6 دي 0.2515. هنا دي قلناها الاثنين ديفرنت يبقى ملتيبليكيشن. دي برضو لسه كنا شارحينها اكس بيساوي سكوير روت زد على واي. بعمل باور 2 يبقى اكس سكوير يساوي الزد على واي. اعمل اول باور 2 يعني دي كلها اول باور 2 ودي زيها اول باور 2 فيبقى اكس سكوير يساوي الزد على الواي. اعمل كروس ملتيبليكيشن يبقى الزد يساوي الاكس سكوير تايمز الواي. الاكس سكوير دي بقى اهي الاكس سكوير اللي هي ال تي باور نيجاتيف 1 اعمل لها اول باور 2 في الواي بقى اللي هي كام الواي اللي هي ام ال باور نيجاتيف 1 برضو ما تتسرعش لازم تفك البراكت ده توزع التو على الاثنين تبقى ال سكوير تي باور نيجاتيف 2 ها ام
ال باور كام؟ نيجاتيف 1. اللي ملوش لازمه يعني اللي مش متكرر ينزل وتخلص منه ام تي نيجاتيف 2. كل دول مش متكررين. مين المتكرر؟ ال ال. حالات التايمز بتعمل الباور بلس يبقى 2 بلس نيجاتيف 1 يدي ال. يبقى الاجابه ان ال تي باور نيجاتيف 2. كل طبعا الحاجات دي احنا شرحناها بالتفصيل بس انا براجع معاك الهوم ورك بتاعك ده. displacement L لو دي L يبقى لابد دي L ودي L يبقوا الاثنين دول لازم يساوا L. فقوم انا اخدهم كده على جنب. BT بيساوي L. طب يبقى ال B بس L على T. طب ما ال L على T اهي L على T يدي L T power negative 1. طب وهنا السي تي سكوير لازم يساوي ال. سي تي سكوير يساوي ال. يبقى السي بتساوي ال على التي سكوير اللي هي ال تي باور نيجاتيف 2. يبقى الاجابه ال تي باور نيجاتيف 1. لا مش دي بقى. ال تي باور نيجاتيف 1 ال تي باور نيجاتيف 2. هنا مديني الهايت ده وهايت بتاع نظر ايه ستودنت. وبعدين قال لي ان السكند لونجر ذان الفيرست. فانا هعمل ايه عشان اعرف ده اطول من ده؟ يبقى هعمل لهم ماينس. في حاله الماينس باخد الريل ماينس الريل اهو. الريل ماينس الريل. طب والايرور بعمل له بلس او باخد الايرور اهو اهو واعمل له ايه؟ اعمل له بلس. فيطلع ده ماينس ده يدي 0.15. ها بوزيتيف اور نيجاتيف 0.1. يبقى 15 0.1. بعد كده انت مديني ان الدنسيتي بتاعت الليكويد باي يوزنج الهايدروميتر كذا. الهايدروميتر حاله دايركت ماشي. البرسنتج ايرور بعمل ايه عشان اجيبها؟ الريلاتيف ابسوليوت اللي هو 1 على الريل اللي هو 10 باور 3 اعمل له تايمز كام؟ تايمز 100% فتطلع 0.1. اللي بعده ده الدايمنشنز دي قلنا طالما في ديسيمالز طالما في ديسيمالز 2 ديسيمالز يبقى فيرنير ها كاليبر. دي لسه حلينا. بعد كده دي ها المور اكيوريت هنا لبادي في حاله فري فول يبقى الستوب ووتش. عندي سؤال مقالي لسه كنت حله برضو. ده ريلاتيف ها دينستي اهي ريلاتيف ايه دينستي. دي حاله ديفيجن اه بس بعمل لها بلس. حالات الديفيجن او الملتيبليكيشن في الريلاتيف بعمل لهم بلس. يبقى ريلاتيف ماس بلس ريلاتيف ايه فوليوم. المستر قال لي كده لو الماس مدهولي بكتبه لو الفوليوم مدهولي بكتبه بس لو مش مديني الفوليوم ومديني سايد لينس اخد السايد لينس اللي عطاهولي ده واعمل له تايم 3. يبقى تطلع دي لوحدها 1.5 و2 فتدي 3.5%. لو مديني السايد لينس بعمل له تايم 3. لو مديني الفوليوم بكتبه وخلاص وخلصت. هنا برضو نفس الكلام مديني هنا displacement وده تايم وعايز يجيب الايه dimensional بتاعت السي. فالسي بتساوي ايه؟ الدي زي ما هي والتي سكوير عشان بالتايمز تروح الناحية التانية بالايه بالديفايد. فالدي بالال والتي سكوير بالتي سكوير يبقى ال دوت تي باور نيجاتيف 2 ده السي. ده كان اسئلة الهومورك. تعالى نبدأ بقى في الحصة الثانية ومراجعة شابتر 2 بالتوفيق ولادي حبايبي.